المعتقل بيقول لا تنام بين القبور ولا تحلم منامات بشعة. لا مش هيدا هو المثل. هلا ترك لها سنين وجاي تعرف على نسوان قبل عرسك بنهار واحد؟ في حل او لا؟ في حل طبعا، مع المختار دايما في حل. انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لم الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقي حاجتها عليه. الجديد والتنوع هم اساس المتعه، وعشان تستمتع اكتر بتلفزيونك العربي اعرف اكتر عن ما يعرض على قنوات سلينج عربيك تي في. كل اللي عليك اضغط على ماي تي في من حسابك الخاص على سلينج، ثم على جايد، ثم اضغط سلينج سنترال تشانل، واستمتع بالتوب 5 من الافلام والبرامج والمسلسلات اللي بتتعرض على قنوات سلينج خلال الشهر، بالاضافه لراي بعض المشاهدين لمحتوى مسلسلاتنا العربيه، وكمان اشهى والذ وصفات الاكل المشهوره في الوطن العربي. وهتعرف اكتر عن افضل مميزات تطبيق سلينج، وكمان فيديوهات شرح تفصيليه عن طريقه استخدام التطبيق عشان تستفيد من كل الخدمات. سلينج عربيك تي في، تلفزيونك العربي.